محترمين، السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم التي نناقش فيها آخر التطورات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا في الجزائر وأيضا في العالم. طبعا الأرقام اليوم في الجزائر لا توجد تغيرات كبيرة، لا تزال في حدود فوق حاجز 200 إصابة وتحت حاجز 300 إصابة، استقرار ملحوظ في أرقام الكورونا هنا في الجزائر. في العالم أيضا ربما في الدول الأوروبية تحديدا فيه انخفاض نوعا ما في بعض الدول مثل فرنسا وأيضا إيطاليا في ظل استمرار حملات التلقيح والمعلومات المستمرة حول هذه العمليات. طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية السلطات هناك طلبت مزيدا مزيدا من الجرعات من لقاحي فايزر وموديرنا المعتمدين هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وعد بأن يتم تلقيح 100 مليون أمريكي في ظرف 100 يوم الأولى من رئاسته. طبعا الإجراءات هناك مستمرة. كما نتحدث حول دراسات لباحثة بريطانية قالت أن المعركة ضد كورونا قد تستمر لعشر سنوات. مبررها في هذا هو أنه السلالات الجديدة يمكن أن تخلط الحسابات ويمكن أن تأتينا بمستجدات قد تجعل المعركة أطول ضد هذا الفيروس. كما نتحدث عن جملة أخرى من المعلومات، خصوصا أنه في فرنسا تم النصح من طرف السلطات الصحية هناك بأنه من أصيبوا بكورونا وشفيوا منه يأخذون جرعة واحدة من اللقاح. يعني مبررهم في هذا هو أنه هؤلاء عندهم أجسام مضادة، لكن ينبغي أن نذكر الجسم بهذا الخطر، ربما حتى يزيد حصانته ويزيد مناعته ضد هذا الفيروس، خصوصا في ظل انتشار السلالات الجديدة، السلالة الإنجليزية وأيضا السلالة الجنوب إفريقية. معلومات عامة وتحليلات حول الكورونا نسعد بأن نناقشها رفقة الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا. دكتور عودة مساء الخير. مساء النور ومساء الخير للجميع. أهلا بك دكتور عودة. إذن في إيطاليا وفي فرنسا في أوروبا تقريبا فيه انخفاض نسبي في عدد الإصابات. نعم، في تقريبا في أوروبا وفي إيطاليا وفرنسا في تراجع لعدد المصابين. عالميا اليوم وصلنا تقريبا 108 مليون مصابين في العالم، أزيد من 2,400,000 اللي توفوا، نسبة من 2-3%، وتعافوا أزيد من 80 مليون. بدأ يقترب كثير رقم اللي بتعافوا عن رقم المصابين، وهذه علامة وإشارة مهمة. وأنا يعني من أشهر أقول إنه سوف نبدأ في بداية نهاية الكورونا فيروس لما عدد اللي بتعافوا يزداد عن عدد الذين يصابون. في نفس الوقت في إيطاليا وفي فرنسا الإجراءات المستمرة إجراءات شديدة، إجراءات مهمة، بس في نفس الوقت الانخفاض وانخفاض المنحنى باستقرار، يعني ما صارش زي في المرحلة الأولى والثانية والثالثة لما بدأ ينخفض المنحنى انخفض بسرعة. نعم. اليوم ينخفض ببطء كثير، وهذا بسبب النسخات الجديدة وبسبب ارتفاع عدد المصابين بين الشباب وبين الأطفال وبين المتوسطين بالعمر. اليوم أعلنوا في إيطاليا في وزارة الصحة إنه كل 5 أشخاص مصابين شخص عنده النسخة الإنجليزية. يعني وإذا بيستمر في هذا المجال في هذا المجال بعد 5-6 أسابيع سوف نغير الفيروس الأصلي مع النسخة الجديدة. طبعا سؤال حول النسخة الجديدة دكتور عودة، خصوصا تلك التي ذكرت أنها القادمة من إنجلترا، النسخة الإنجليزية وأيضا تلك النسخة الجنوب إفريقية. هذا الانتشار لهذه السلالات يعني التي من أهم خصائصها أنها سريعة العدوى مقارنة بما يمكن أن نصفه بالكورونا التقليدية والكورونا المعروفة سابقا،
ألا ربما يثير هذا مخاوف دكتور أنه نسبة الإصابات ستعود للارتفاع؟ أنا حسب رأيي لا، لأنه لازم نأخذ في عين الاعتبار كل ما نعمل مسحات أكثر كل ما سجلنا عدد المصابين أزيد، وهذا بنلاحظه يوم السبت والأحد لأنه أغلب المختبرات مسكرة وبنعمل مسحات أقل، بنوصل ل 5000 7000 مصاب. في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة في خلال الأسبوع الإصابات في إيطاليا مستقرة تقريبا من أسابيع من 12 ل 15000 مصاب. ينخفض عدد الذين يتوفون. في نفس الوقت في كثير من الدول، احنا اليوم موجودين في 210 دول اللي موجود فيها كورونا فيروس، الفيروس متركز في 11 او 12 دولة باستمرار، من في اوروبا في 4-5 دول مع امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية والهند والبرازيل والمكسيك. في نفس الوقت البروتوكولات تستمر بنجاح، النصائح والإرشادات تستمر بنجاح. لكن حتى الآن ربما دكتور فؤاد عودة لا نتحدث عن الدول العالم الثالث، نتحدث حتى عن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا الشمالية وفي آسيا، حتى الآن لم يتم نشر إحصائيات واضحة بخصوص نسبة التلقيح. نعم، أنا حسب رأيي موجة التطعيم في أوروبا وفي أمريكا كان لها مشاكل كثيرة في أول بداية التطعيم من أسباب سياسية واقتصادية. إحنا زي ما بنعرف إنه بدينا مع الفايزر في أوروبا وبعدين موديرنا وهسه أسترازينيكا، وفي لقاحات جديدة سوف يتم ترخيصها في أوروبا. لم يتم ترخيص لقاح الروسي، اللقاح الصيني في أوروبا. للأسف الشركات الأدوية الحكومية لم أو الخصوصية خصوصا اللي مع الاتفاق مع الحكومات لم تحترم جميع العقود وجميع الشروط اللي كانوا لازم يوفروها. وسبب عدم اعتماد دكتور عودة، سبب عدم اعتماد هذه الحكومات للقاحات مثلا الروسية التي حتى يعني بعض الدول في أوروبا أشادت بها وأيضا حتى الصينية، السبب هنا هل هو سبب علمي أم أنه سبب في إطار المناكفات الاقتصادية والسياسية مع كل من روسيا والصين في رأيك أنت؟ أنا حسب رأيي كلياته أسباب سياسية واقتصادية. ليش؟ لأنه أوروبا بدها تشتري من الشركات الأوروبية مثل الشركات الألمانية وشركات الأمريكية، عشان هيك لم يتم ترخيص مثلا جونسون جونسون وهو لقاح مهم خصوصا في الدول العربية والدول الفقيرة. لم يتم ترخيص لقاح الروسي والصيني في أوروبا. ليش؟ لأنهم بدهم أول شيء يشتروا أكبر كمية من فايزر ومن موديرنا ومن أسترازينيكا. طبعا سنواصل الحديث حول هذا خصوصا بالنسبة للقاحات ربما التي هي ملائمة وموائمة للدول الفقيرة التي ليست لديها ميزانيات كبيرة حتى تشتري. طبعا موضوع مهم جدا، كما نتحدث ونطرح سؤال، متى برأيك دكتور سنحقق المناعة الجماعية في العالم وتعود الحياة الطبيعية الحياة إلى طبيعتها كما كانت في السابق؟ فاصل ثم نواصل. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، البلد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية. طبعا موضوعنا حول تطورات مواجهة الكورونا في العالم بين اللقاحات التي تعرضها عديد المخابر وعديد الدول، وبين التحورات التي يحاول فيروس كورونا أنه يعيد فيها تجديد نفسه وزيادة أخطاره ونسبة العدوى فيه. طبعا ضيفنا من إيطاليا هو الدكتور فؤاد عودة، وهو رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي بإيطاليا. طبعا في نهاية الجزء الأول كان الدكتور عودة يتحدث عن نقطة مهمة جدا حول قضية سعي دول أوروبية وغربية
حتى تمنع من استعمال اللقاحات التي يمكن أنها في صالح الدول الفقيرة وفي صالح الدول التي ليست لديها الميزانيات الضخمة والإمكانيات الضخمة حتى تقتني هذه اللقاحات؟ إذن كيف يمكن مثلا للدول دكتور عودة أن تبحث عن مصلحتها وأن تحقق مصلحتها؟ كيف يمكن مثلا لهذه الدول أنها تحصل على اللقاحات التي تتناسب مع قدراتها المالية؟ أنا حسب رأيي هذا وظيفة منظمة الصحة العالمية، والدول الغنية لازم يفكروا في نقطة حساسة. يعني لو يتم تطعيم كل الدول الأوروبية والغنية مع أمريكا وبريطانيا، ولا يتم تطعيم سكان الدول النامية أو الدول الفقيرة، فسوف يكون فشل كبير، لأنه المناعة الجماعية لازم توصل 70% لسكان العالم، لأنه إحنا بنشوف في نسخات جديدة. يعني إذا لم يتم التطعيم في البرازيل وفي نسخة جديدة في البرازيل وتنتقل إلى أوروبا، كل التطعيم اللي عملوه في أوروبا سوف لا يكون له رد فعل إيجابي. ليش؟ لأنه مش كل اللقاحات إلى رد فعل إيجابي وتقاوم النسخات الجديدة، لأنه الفيروس هسه في حالة إنه بتغير باستمرار. عشان هيك نصيحتي وطلبنا لمنظمة الصحة العالمية ليس اليوم من أشهر توفير اللقاحات الغير غالية، يعني من ناحية السعر الغير صعب تخزينها، مثل فايزر صعب تخزينه في الدول النامية عشان الثلاجات، ولازم تخزينه تحت درجة 70 درجة تحت الصفر. اليوم اللقاح الصيني واللقاح الروسي واللقاح جونسون جونسون ولقاحات كثيرة في هاي الأيام نعمل بحوث عليها، لازم نوفرها في جميع الدول الفقيرة والنامية التي لم تستطيع اشتراء كل هاي اللقاحات الغالية مثل فايزر واللي تم ترخيصها في أوروبا، مع أنه اللقاح الصيني أغلى من اللقاح الفايزر. بس شو لازم منظمة الصحة العالمية تعمل وتوفر لجميع الدول العربية والفقيرة والأفريقية وإنتاج اللقاحات. نعم دكتور عودة، اليوم باحثة الطريقة إنه إنتاجه في أفريقيا نفسه. نعم يعني اليوم باحثة بريطانية قالت إنه ممكن المعركة ضد كورونا حسب المعطيات الراهنة، حسب وتيرة التلقيح الراهنة، حسب السلالات الراهنة التي تظهر من حين لآخر في فيروس كورونا، يمكن أن تستمر المعركة إلى 10 سنوات. يعني هذه المقاربة وهذا استشراف مرعب. أنا حسب رأيي هاي تصريحات خطيرة، وفيش ولا واحد بيقدر يقول إنه قديش بده يستمر الفيروس. أنا كطبيب وكخبير يعني في هذا المجال بقول كل ما يقترب عدد اللي بتعافوا عن عدد المصابين إشارة مهمة، كل ما يزداد باستعمال البروتوكول والنصائح والإرشادات والبروتوكول علاج في البيوت وليس في المستشفيات، هاي نقطة مهمة. كل ما نعمل تطعيم لكل سكان العالم ونوصل ل 70%، مع أنه صعب نوصل خلال سنة 2021 المناعة الجماعية. ليش؟ لأنه فيش لقاحات متوفرة، وفيش لقاحات متوفرة يعني بكمية كافية لكل سكان العالم. يعني حاليا اللي عملوا تطعيم وأخذوا اللقاح أجد من 160 مليون شخص، بس إحنا في العالم مليارديرات، يعني الأشخاص اللي موجودين في العالم. عشان هيك لازم نعمل في الوقاية، في البروتوكولات العلاج، وفي استمرار. وبالتالي دكتور متى تتوقع أن نصل إلى المناعة الجماعية في العالم؟ أنا حسب رأيي بنهاية سنة 2022، ونهاية الفيروس تكون سنة 2022. إن شاء الله.
دكتور عودة، هنالك أيضا فيه نصيحة طبية وصحية في فرنسا تنصح من أصيبوا بكورونا وشفيوا منها أن يتلقوا جرعة واحدة، يعني أنه عندهم الأجسام المضادة لكن ينبغي أن يتلقوا جرعة لتذكير أجسامهم. أنا حسب رأيي في بحوث ثانية اللي أثبتت الأشخاص المصابين وتعافوا لما أخذوا اللقاح صار عندهم أعراض جانبية أدنى. عشان هيك حسب رأيي لازم نستنى 6 أشهر وسبعة أشهر إنه الشخص تعافى، وبتعلق الشخص قديش عمره وين موجود، ولازم حسب رأيي الأشخاص اللي تعافوا نحطهم الدرجة الأخيرة في التطعيم، لأنه هون مقسمين المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة. نحط إنهم موجودين في المرحلة الأخيرة للتطعيم إلا وإذا يعملون في مجال الصحة كأطباء أو ممرضين أو أماكن عندهم اختلاط كبير مع السكان. أنا حسب رأيي نصيحتي أنه يأخذوا جرعة واحدة بس بعد 6 أشهر من أنه تعافوا رسميا. دكتور فؤاد عودة، ربما في قضية التلقيح لازلنا حتى الآن لا تزال تطرح الأسئلة بجدية حول قدرة هذه اللقاحات المتوفرة حاليا على التصدي للتحورات الجديدة. ماذا لو أن هذه التحورات ذهبت بعيدا وتجاوزت ما يمكن لهذه اللقاحات أن تواجهها؟ في بحوث كثيرة في هذا المجال. البحث المهم أنه فايزر وموديرنا أثبتوا أنه لهم رد فعل إيجابي اللقاحات اللي أنتجتها هاي الشركات ضد النسخات اللي أعلن عنها في بريطانيا، في البرازيل، في جنوب أفريقيا. اللقاح الذي نتكلم عنه وغير مفيد بالنسبة للنسخات خصوصا نسخة جنوب أفريقيا هو لقاح أسترازينيكا. لازم نستمر في البحوث لوجود لقاحات وترخيص لقاحات جديدة، بس في نفس الوقت لازم نستمر في البحث عن فعالية اللقاحات اللي تم ترخيصها ضد النسخات الجديدة، لأنه يوميا احنا بنقرأ عن نسخات جديدة. يعني في إيطاليا في نسخة جديدة اللي لا تشبه نسخة بريطانيا ولا نسخة جنوب أفريقيا وموجودة في ميلانو. عشان هيك لازم البحث يستمر بالنسبة للقاحات وفعالية اللقاحات على النسخات الجديدة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، على هذه الشروحات وهذه الإفادات. كما أشكركم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة في حلقة اليوم. ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.